طيب قبل الفصل كنت بتكلم على السكواد، وابتدي بالميركاتو اللي بدأ بالفعل بصفقتين، صفقة إمام عاشور وصفقة رضا سليم مهاجم الجيش الملكي، وصفقة إمام طبعا مهاجم أو مش مهاجم، لاعب خط نص ميتلند الدنماركي. شايف الصفقتين دول إزاي كابتن رمضان، والإضافة وأفضل استغلال ليهم من مستر مارسيل كولر؟ إمام عاشور صفقة، يعني الصفقات السوبر، معنى كلمة السوبر يعني. إمام عاشور مش بلعيب واحد. إمام عاشور أنا بعتبره بأربعة خمسة لعيبة، لأن إمام عاشور بيعمل لك الباك رايت، يعمل لك رقم ستة، يعمل لك رقم ثمانية، يعمل لك رقم عشرة، ولعب كمان في ناحية الشمال. أيوه باك ليفت. فإمام عاشور صفقة يعني أنا في رأيي من أهم الصفقات في الفترة الأخيرة عشرة مش في الموسم ده يعني. لا 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 مش في الموسم ده. وبعدين عنده كمان ميزه كمان من 24 سنه يعني، ده كمان هو الراجل واضح انه يعني عايز ينزل بمعدل السن يعني. حتى رضا كمان برضو بيتارجت او حاطط عينه على لعيبه مستوى الاعمار عندها قليل عشان ينزل بمستوى بالظبط. يعني احنا متهيأليش عندنا مشكله ارتفاع معدل الاعمار، لا يعني ما عندناش لعيبه كبيره احنا في نزلنا يعني. بالنسبه لرضا سليم، رضا سليم الحقيقه انا شفت له فيديوهات، ويمكن عنده اولا بيلعب الجناح اليمين وبيلعب الجناح الشمال وبيلعب عشرة، لان هو كورته عاليه جدا. ويمكن عنده برضك حته، انت تحب تشوفه فين؟ انا احب اشوفه في الاجنحه. هو افضل يعني، عملنا تحليل لمعدل تسجيله الاهداف، افضل مكان سجل فيه وصنع اهداف هو الجناح اليمين. في الجناح اليمين ايوه بالظبط. وبعدين عنده برضك نفس الحكايه، عنده عنصر السرعه، سرعه جامده جدا. وبعدين عنده حاجه كمان ميزه، يمكن بقى هيروح على علي معلول، الكور الثابته. الكور الثابته عنده ده، هقول لك حاجه، ده الكورنر اللي هو يعني الكره الثابته الميته، لا ده بيعمل منها خطوره. حتى طريقه لعبه عرضياته ليها طريقه لعبه ستايل كده، ستايل بتروح بقوه، عشان كده اي حد بيلمس والله.